ولي شرف اليوم نكون حاضر معكم مع اطاره الكشافه والمجتمع المدني والشباب وايضا شباب ممثلي المندوبين المجلس الاعلى للشباب عبر كافه بلديات ولايه الصغانيم. الشباب لو تعرفوا مليح لمستقبل الشباب والجزائر المجتمع الشبابي والشابات يعني باش نقول يعني الذكر والانثى يعني الشباب والشابات. فتعرفوا باللي باش تكون رؤية استشرافية ورؤية مستقبلية والتصور وما شفتوا العرض أو الفيديو هذا يغنينا يعني لا نحتاج إلى مداخلة وإلى شرح وإلى تفسير وإلى تفتيت كل هذه الأفكار. طاب رئيس الجمهورية أعتقد أننا نكون البلد يكون في أريحية مطلقة وشرعية شعبية مطلقة من أجل استجابة إلى كل مطالب وقضايا الشباب. أيضا المشاركة القوية لهذه الاستحقاق أيضا تعطينا مصداقية أمام الدول وأمام الرأي العام الدولي لأن الكل يترقب هذا الاستحقاق القادم اللي هو انتخابات رئاسية لأنه بالمشاركة القوية سنعطي درسا لكل الدول. ومن مبادرة هيا يا شباب يساهم شباب ولاية مستغانم من أجل إنجاح العرس الرئاسي الذي هو سيكون يوم 7 سبتمبر إن شاء الله.